مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان مكافحة تلوث الهواء. تلوث الهواء من أهم المشاكل اللي كتهدد البيئة وما فيها من كائنات حية، بما في ذلك الجنس البشري اللي أصبح مهدد أكثر من أي وقت فات. لذا لابد من مكافحة هذه الآفة الخطيرة. أسباب كثيرة كتؤدي لتلوث الهواء: الدخان والغازات المنبعثة من المصانع اللي كينتج عليها أدخنة عبارة عن حوامض في السحب واللي كتعطي تساقطات حمضية كتلحق الضرر بالغابات والحياة البرية، بالإضافة إلى وسائل النقل. مجموعة من الإجراءات اتخذتها الدولة في مجال مكافحة تلوث الهواء كتهم مجموعة من الجوانب، منها ما هو قانوني ومنها ما هو تقني ومنها ما يتعلق بالتحسيس والتوعية ومنها ما يتعلق بالمراقبة اللي هو موضوع حلقتنا اليوم. لمكافحة تلوث الهواء أول شيء هو يجب تعزيز مراقبة هذا التلوث سواء بالنسبة للوحدات الصناعية أو وسائل النقل. وبالنسبة لهذا الجانب الوزارة كتوفر على واحد المختبر اللي مجهز بالمعدات الضرورية لمواكبة عمل الشرطة البيئية والقيام بهذه المراقبة. شنو هي الإجراءات اللي كيقوم بها المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث في مجال مكافحة تلوث الهواء؟ بالنسبة للإجراءات اللي كيقوم بها المختبر مجال مكافحة تلوث الهواء، هناك المراقبة، وخاصة المراقبة اللي كتتم بمعية الشرطة البيئية سواء بالنسبة للشكايات أو بالنسبة كذلك الخدمات اللي كتجينا من عند الوحدات الصناعية. وما ننساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.